أكدت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونيو أن المحكمة لديها سلطة لطلب معلومات عن تنفيذ إجراءات وقف الإبادة من إسرائيل. وألزمت المحكمة في قرارها إسرائيل بتقديم تقرير في خلال شهر حول ما تم اتخاذه من إجراءات، وسوف تقدمه المحكمة بدورها لدولة جنوب أفريقيا التي تقدمت بالاتهام. وفيما يتعلق بالإجراءات التي طالبت بها جنوب أفريقيا أن إسرائيل يجب أن تقدم تقريرا للمحكمة بشأن كل تلك الإجراءات التي تتخذها، فإن المحكمة تقول أن لديها السلطة في المادة 78 من المحكمة أن تطلب من الأطراف أن تقدم معلومات وتقارير عن أي مسألة مرتبطة بتنفيذ أي من الإجراءات التي تشير إليها المحكمة. وبالنظر إلى الإجراءات المحددة التي أشارت إلى المحكمة، فالمحكمة ترى أن إسرائيل يجب أن تقدم تقريرا لها بشأن كل تلك الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر بدءا من تاريخ هذا القرار. والمحكمة كذلك عندئذ سوف تقدم هذا التقرير لجنوب أفريقيا بحيث تتاح لها الفرصة لتقديم تعليقاتها على هذا التقرير للمحكمة. والمحكمة تقول كذلك أن هذه الإجراءات وفقا للمادة 41 من القانون الداخلي للمحكمة ملزمة، وهذا يعني التزام قانوني ملزم لكل طرف يتم توجيه هذه الطلبات والإجراءات له لينفذها.